طب مين احتمال يكسر الصفايح ودي مصيبه؟
من احتمال يكسر الصفايا القديم الجديد ملوش دعوه بالكلام يبقى ريسك ثرومبوسايتوبينيا كنا سميناها ايه القصه اللي فاتت هيت يبقى ليها من هيت القديم الجديد ما يعملش طب بعد كده وبالتالي مين معاه احتمال نزيف اكتر القديم وبما ان معاه احتمال نزيف اكتر يبقى مين لازم طول ما هو ماشي يعمل تحليل متابعه لشرحات القصه اللي فاتت القديم عشان قلت لك القديم ده بتقعد تعمله تحليل متابعه عشان ينزل من كده الجديد ده لا مش هيحصل نزيف ولا بتاع سيبك من التحليل هما كاتبينه هنا خلص بس مش محتاجين نعمل التحليل ده ولا نعمل نزيف اصل هو هيجيب لك تحليل لا احنا شايف يعني المونيتورنج هنا نسيسري هنا نسيسري المونيتورنج هنا نسيسري هنا نسيسري وانت لو بتفهم هتقول دي بتعوض فرق السعر اصلا ما انت حتى لو جبت الامبوله رخيصه ما انت بتعمل تحليل غالي عشان تبقى حليل هي لو اشتريت الامبوله الغالي وخلصت يعني دي بتعوض ايه؟ ما انت بتشتغل انبولة بالفيس وبتعمله تحليل عشان تتابعه مش كده؟ انما الجديد مش محتاج تحليل فانت اللي حوشته مننا ما انت صرفته هنا فاهم قصدي ايه؟ ملخص الكلام ما عادش حد بيستخدم الهيباجين القديم حتى لو شفت حد بيكتبه ولا حتى عارف بيعمله ايه؟ خلاص كان حاله من 40 سنه بطلوا يستخدموه كله بيستخدم الجديد تمام؟ يعني انا لما بعمل تسخين واحده عشان لا يا باشا مثل الناس فاضية خالص ولو حصلت ما تشوفش تعمل تحاليل خلاص يرفع صوت الدم اللي بتشوفه سيتوكينيا ولا تحاليل ولا دياوي وقت الهيبارين خلاص ما هنعكس السبب ايه وقت الهيبارين عارف وقت الصفائح اللي موجود بطريقه معينه وقت الكويت وبتاع ظبط وقت الهيبارين خالص وابدا ابني البدائل اوعى تنسى ولا كفر هو ايه اللي خلى العلماء يخترعوا حاجه زي دي يعني ليه العلماء فكروا ان هم يقصوا من الهيبارين ويجيب مصر يحصل كده عشان قلنا الهيبارين القديم عمل بلاوي على حاجه اسمها هيبس مثلا فده اللي سخنهم ان هم يجيبوا بدايل طب حصل هيبس وقت الهيبارين وعالج الحاله لحد ما الصفائح ترجع طبيعي ارجع بقى اديله انتي كوالولنت ما ينفعش تديله بقى خلاص هو ده عامل بلوي تروح موقفه وتدي بدائل واحد من البدائل المتاحه اهو انك تدي له موليكولا جود هيبارين ففي حاجه اي نعم دلوقتي ما حطيتش بيست يعني قصدي ايه منطقيا ما بتستخدموش لو الرخيص عمل مشاكل انما احنا ما بنعملش كده احنا خلاص قلنا من الاول بندي ده مش لسه السنه ده عمل مشاكل فده قصدي ايه انما هو ده اللي خلاهم يفكروا في ان هم يطلعوا بدايل ان الهيبارين القديم عمل بلاوي فاهمين الكلام؟ انتوا معايا؟ صح؟ السؤال اللي بيجي هنا ديفرنس بتوين ده الهيبارين انت انفراكشنيت الهيبارين السؤال ده بيجي سنه وسنه difference between the tibarin and the unfractionated tibarin. ما تطلبش الجدول دي يقول لك ده difference. أقصى حاجة يقول لك 4 difference. قال لك 700 difference. أنتوا معايا ده كده؟ طب آخر حاجة أنت لو جيت تفكر برضه هتقول لي هو إيه كرامج اللي بتاع ده؟ أنت عملت نصهم ده. اللي هو أخصائي فاكتور 10. طب أنت عارف أهالينا ليه؟ ليه عمال تجيب هيبارين وتقص لي من هيبارين؟ طب ما أنا أعمل دواء جديد خالص مش هيبارين أصلاً. دواء جديد خالص. ويبقى أخصائي فاكتور 10 معنيين كده وعمل دواء اسمه الفوندا بايلوكس ام سي كيو هتلاقي عندك تحت الجدول في دواء اسمه فوندا بايلوكس شايفه؟ فوندا بايلوكس اكتب جنبه بالظبط زي اللون موليكولا جود هيبرين مش الفوندا بايلوكس هو لون موليكولا جود هيبرين يعني اخصائي فاكتور 10 فوندا بايلوكس هو بالظبط اللون موليكولا جود هيبرين بيضرب فاكتور 10 بس ما هوش بعيد يعني مش حاجه مقصوبه بالهيبرين ولا اي كلام من ده دواء جديد نفس كل حاجه يبقى انت عندك كده خدنا حاجتين بيضربوا فاكتور 10 او ثلاثه لو بتفكر صح اللي بيضرب فاكتور 10 نون سيلكتيف الهيبارين القديم ما هو بيضرب فاكتور 10 حاجات ثانيه اللي بيضرب فاكتور 10 سيلكتيف لو ريجولا كود هيبارين والفوندا فاكتور مش ثلاثه اولاد لو جيت تفكر اكتر هتقول لي مش انت قلت ان الفايبر اللي بيتكون على ثلاث مراحل مختلفات قلنا اول مرحله هتبين اكس وان في دي اكس وان وكانت تعمل فرونتو بلاست المرحله الثانيه كان بروترومبين هنا ثرومبين المرحله الثالثه كانت فايبروجين هنا انت لو خدت بالك شرحنا وفرين شرحنا هيبارين شرحنا فوندا بارينوكس الحاجات دي كلها مش اللي بيضرب اكس مش اللي بيضرب ان صح مش اللي بيضرب فاكتور 10 مش ده اللي قلناه واخد بالك ان كله فيز 1 كلها ادويه شغاله على فيز 1 قام جاي واحد اصيع من دول كلهم قال لك طب ما تسيب فيز 1 تشتغل تعمل اللي هي عايزاه طلعت ثرومبوبلاستين مش كده؟ ثرومبوبلاستين هيعمل ايه؟ هيحول بروثرومبين لثرومبين صح؟ تعالى هنا بقى وضمن. يعني ادي دواء ينهبت الثرومبين. ما انت لو عملت انهبيشن للثرومبين الباسوي ويل بان
مفيش حاجه. يعني واحد فكر مره الصندوق قال لك عم سيبك خالص من الفوق ده انا هلعب تحت. وراحوا عندنا عيله اسمها دي دي اي دايركت ثرومبين انهبيتور اللي هو عم انا ماليش دعوه بجو الهيبارين والورفارين والحكعكه دي سيبهم يشتغلوا وانا اركب من تحت. ضرب الخطوه الثانيه عمل انهبيشن للثرومبين دواء بيمسك في الثرومبين يعمل له انهبيشن ماضي الكلام الباسبور ويف. راحوا عاملين عيله اسمها دي دي اي على فكره كلها حقن برضه ما عدا واحد. يعني حتى الان كل الحاجات حقن ما عدا واحد هنشوف دلوقتي. هذا الدايركت ثرومبين انهبيتور سيبك من الخيال العلمي اللي عندك ده خيال علمي رائع يعني. يعني شوف ادورنا كانت بنهاها اللي هي البسيطه كفر يعني. اول حاجه مكتوب عندك لبنانيولين شايفينه؟ الحاجات دي كلها مش في مصر. مش في مصر العيله، العيله في مصر. انما الامثله اللي هم كاتبينها مش في مصر. يعني ايه رايك؟ هتلاقي كاتب لك لبنانيولين ده مشتق من ماده اسمها هيرودين اللي بتطلع اصلا من ميديستال ليتش. كلام واضح مفصل نفسه. شايف الكلام؟ يا ابني بلاش هز. بص يا حبيبي الحكايه جت ايه؟ الاول ليتش اللي عندك دي عن العلقة. العلقة دي باراسايت. باراسايت بتيجي في البهايم. فاكر جاي بتيجي في البقر والجاموس وبتاع وتكشف في البهايم دي حقيقة. اسمها العلقة دي بس في القرآن. العلقة. ما علينا. حاجة كده حاجة. باراسايت. باراسايت. المهم ان هما في بلاد بره طبعا مش احنا. مش فارقة معانا احنا جدنا جنب البقر مش فارقة خالص. اه والله. بره لاحظوا ان اي مزرعة بتبقى انفكتد بالليتش البقر بينزل. شوف الدماغ يصبر بره لو ان المزارع اللي بيجي لها ليتش انفستيشن من البرازيل بنوع انفستيشن اي مزرعه يحصل لها ليتش انفستيشن البقر بيجيب دم والجاموس بيجيب دم. طبعا لو هنا هنقول قضاء الله ولا نكفر فالحمد لله ربيب وخضاء يا رب. هو بره مش كلام بيزنس ده ربيب وخضاء هو ربيب وخضاء البقر كل حاجه بس يشوفوا ايه هو جايبين ام الليتش ده وحللين راحوا مطلعين منه ماده اسمها هيرودين لقوا ان الهيرودين ده بيعالج السيوله. شوف الدماغ هو عليه ايه نزيفه؟ اكيد الليتش ليه علاقه بالنزيف. فصلوا منه الماده الظريفه اللي اسمها هيمودين ده. قالوا الكلام؟ وطبعا الهيمودين لو فعلا بيعالج السيوله. يمنع خلاص قلنا الليتش ده لما كان بيجي في اي حيوان كان بيعمله نزيف. لما بلاد بره اخدوا الليتش وحللوه طلعوا منه ماده اسمها الهيرودين. طب الهيرودين ده بيعمل نزيف ليه؟ ليه بيعمل نزيف؟ لو الهيرودين بيضرب الثرومبين. لو الهيرودين بينقفل الثرومبين بيمسك في الثرومبين ويعمل له انهبيشن. قال لك طب ما فرصه نظيفه ما احنا ممكن نستخدمه كانتي فاجرنت. قوم نستخدمه كانتي فاجرنت. يبقى لهم يا صاحبي اشرح لك بينه. انا بقول الكلام ده ليه؟ اصل انت مش بتقرا بقى اللي عندك. مكتوب عندك دواء اسمه بيفاني رودين، فاهمينه؟ دواء اسمه بيفاني مش مصر. وكاتب لك ان البيفاني رودين ده اصلا مشتق من مين؟ الهيرودين بتاع زمان، دواء الهيرودين ده ان الهيرودين ده بتاع زمان، خلاص انا حاجه احنا عدينا. وكاتب لك بقى القصه بتاعت الهيرودين اللي طالع من ميديسنا ليتش بقى ولا هز. احنا حتى الان في مصر ما عندناش في العيله دي غير الهيرودين ذات نفسه. موجود وغالي. الهيرودين شخصيا موجود في مصر وغالي. سيبك حتى من الجراطات وبتاع ولا بص يا دكاتره في الصيدليه امبولات ولا مستويات؟ في الصيدليه امبولات اكيد مالكش دعوه بيه. انت هتنوي حد لو استخدمتها. بس في مراهم وكريمات يعني امبولات ومراهم وكريمات اسمها ترومبس. ترومبكس جيل وكريم. ترومبكس جيل في ترومبكس كريم وفي ترومبكس امبول بس مالكش دعوه بيه ده. ترومبكس جيل وكريم. مكتوب 1000 دولار. هات نص القلم كده. على السعر القديم كان ب 40 جنيه، هات 80 90 جنيه دلوقتي. ونافع. عارف انت يعني الباب دخل على صبعك، صبعك عضلك في الديك، اي كلمه من الكلمات. الجو القديم بقى بتاع يلا عنده كاتنا يعملوا هيموبلار وحطينه كمالات ميه شغل الشحاتين ده خلاص
عايز تظهر اللي ماشي في البيت من حد عنده كاتلة ولا والدتك ولا انت نفسك متكتل هدر ترونكس لو وده احنا الصبح وده احنا بالليل يوم واحد بتلاقي مكان الحكمة مكان الكاتمة مكان اي عايز تحاول ساعات تعمل كتابات كده وبتاع اي مجمع تنوي اي كاتمة اي مكان حكمة اي ايفيموزس اي حاجة نفك في يوم سحر ترونكس ده لو انت بعد الشهر تعبت نفسك وقريت ايه اللي مكتوب على الترومبكس هتلاقي مكتوب ان كونتينز هارد هيرودين وانا لسه حكايه حكايه الهيرودين قبل ما الناس تدخل هو ده بقى الهيرودين مفيش غيره في مصر هو ده اللي في مصر يعني بيبقى الهيرودين اللي مكتوب عندك ده خيال علمي لسه ما جاش اصلا معاك يبقى الدكاتره تاني طب الناس لسه داخل اسمعوا وركزوا وخلصوا بسرعه احنا بنشرح انتي كوادرنت غير الهيبرين فكره ثانيه فلنجمعوا نضرب دول يعني بعد فيكس برينسيب وانترينسيب وهذه من ده تعجبك لا سيبك من الكلام اول مرحله في تكوين الفايبرين كان تحويل لثرومبوبلاستين والمرحله الثانيه من ثرومبين لثرومبين فاكرين الكلام ده؟ طب عملوا انتي كوابولانت بيضرب الثرومبين يعني ده انتي كوابولانت بيضرب الثرومبين وسموا الانتي كوابولانت ده ثايرويد ثرومبين انهبيتور وطبعا لو انت ضربت الثرومبين البصوي هيقع يعني مش هيتكون فايبرين وبالتالي انت انتي كوابولانت اللي هو عمال اتكلمكوا عنه ده اللي هو اسمه الهيرودين اللي مكتوب عندك في الكتاب مش الهيرودين مكتوب عندك في الكتاب ان اول حاجه اخترعوها من العيله الهيرودين وان دلوقتي في اللي احدث من كده اللي هو البيفاليرودين انا بقول لك اللي احدث من كده ده مش في مصر اصلا احنا عندنا في مصر الهيرودين القديم وغالي ملايين ملايين ده ريكومبيرنت يعني معمول بدي ان ايه معدل اتحاد فانت وقعد بس انا قلت ان هو بيطلع اول ما اكتشفوه اكتشفوه من بارازايت كانت موجوده في البهايم اسمها ليتش اوعى تفتكر بقى ان انا هعمل مزرعه للبارازايت واقعد احلبهم مش هحلب بقى بارازايت ده كان جاد ده كان بيتعمل ريكومبنت يعني الهيرودين ده كان بيتعمل بدي ان ايه معدل اتحاد بس انا بقول لك هم اكتشفوه منين عرفوا انك تجيبه بقوا بيعملوا ريكومبنت فتلاقي الانبوبه بتاعت المرهم مثلا مكتوب عليها ار هيرودين ار هيرودين مين ار ده؟ ريكومبنت ار يعني ريكومبنت خلاص؟ طيب يبقى اذا انت عندك اول حاجه البيفالي رودين اوعى تنسى اللي قلته اول الاسئله اصلا هو احنا عمالين نخترع في انتي كوابولانت الجديده ليه؟ احنا قلنا عشان الهيمارين القديم عمل مصيبه اسمها هيد عمل ثرومبوسيتوبينيا مش دي كانت الكارثه اللي عملها اصل هتلاقي مكتوب عندك ان البيفالي رودين ده انديكيتد لو حد خد هيمارين وجاله هيد وقف الهيمارين وخد الجديد بس اللي اعمل اول بقى خلاص يا دكاتره طب يبقى ده كده اول حاجه اللي هو البيفاليرودين علم عن الانديكيشن بتاعه الهيت كلمه واحده لو حصل هيت اللي هو هيبارين انديوزد ثرومبوسايتوبين تمام طب ايه اللي بيحصل هتلاقي اخواته اللي هم برضه ثرومبين انهبيتور على فكره لسه قايل لك من شويه اللي كلهم حقن الحاجات دي حقن زي الهيبارين ايه اللي بيحصل هتلاقي مكتوب عندك واحد تاني في الارجاكوبان شايفينه خدوا اسما اشطب كل اللي جنبه واكتب زايد بيفاليرودين يعني اشطب الشرح اللي جنبه واكتب زي البيفالي رودين وعشان تعرف تكتب بيفالي رودين للشمس صفحه اللي قدامك ايوه اكتبه ده بيفالي رودين اكتبها بقى اكتبها كده المهم يبقى اكتب جنب الارجاكوبان زي البيفالي رودين طب الثالث هتلاقي واحد اسمه دابي جبران جبران خالص بص اهو دابي جبران اشطب اللي جنبه واكتب زي البيفالي رودين بس اورال زي البيفالي رودين بس اورال بقول لك ايه بما انه اورال منطقيا حتى منطقيا بيتقارن بمين؟ بالوارفارين يعني بما ان ده اورال بيتقارن بالوارفارين الاورال قصدي لو حابب تعمل مقارنه بقى قارنه بالليزانيوم ده اورال فينفع في الوقايه وكده مش محتاج اقول لك ان الميدان ب 4 5 جنيه وان الاخ ده لو نزل مصر العلبه هتوصل ل 500 جنيه مش في مصر اصلا بس لو نزل هيبقى غالي جدا وش من غير ما تفكر مين اقوى الجديد ده اقوى بمراحل طبعا المقارنه دي عملوها بره مش هنا يعني لما قارنوا الدالي جاكان بالوارفارين مفيش مقارنه اصلا الدالي جاكان اقوى بمراحل وطبعا هم قارنوه بالوارفارين عشان الاثنين اورال امال الحاجات اللي قبله اللي كانت حقن يخضوها بالهيبارين فاهمين حاجه؟ ممكن الكلام انت هتذاكر الدبالي رودين بس الدبالي رودين بس اللي هو اول واحد هتلاقي الباقيين متعاد فيهم نفس الكلام نفس الميكانيزم نفس الاستعمال الكلام متعاد قلت لك اشطبه ارجاتروبان خدوا اسم ارجاتروبان خدوا اسم وداني جدران خدوا اسم وكلمه اورال لان الباقيين حقن داني جدران خدوا اسم وايه؟ ونقر طيب صلي مين عمال؟ احنا كده خلصنا الانتي كوابولنت كان في تجميعه قلناها هخليها لكم دلوقتي
الست لو جالها جلطه في اول الحمل تاخد ايه؟ جبنا سجن الحمل كذا بارد اكتب معايا بقى. بس هتلاقي كتابتك بقالك سجن 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 في 5 سطور كده ولا 7 سطور. لا اكتبها في 3 يعني نقط كده. من الاخر وانا شرحت والله القصه اللي فاتت. هو ينفع عندي وارفارين في اول الحمل؟ ليه؟ عشان الانوماليز هيعمل تشوهات في العظم بتاع الولد مش كده؟ اه بصوا كده. ممكن سكت صحيح هو الثلاث شهور بلاش الشهر الثلاث شهور حمل كام شهور؟ يعني دايما هتلاقي الشهر في يومين زياده في 3 ايام زياده على حسب 30 ولا 31 حلو لو انت جمعت كل 3 شهور هتلاقي يومين 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 عملوا اسبوع زياده هبلنج يعني 3 شهور ب 13 اسبوع قصدي لما اقول لك ان بص حليم لما اقول لك لو سيرتيفيكات كاتب لك ان اول 13 قصده اول 3 شهور يعني اللي احنا بنسميه في الحمل الفيرست تريمستر ما هو الحمل 3 تريمستر اول 3 شهور فيرست تريمستر تاني 3 شهور سكند تريمستر اخر 3 شهور ثيرد تريمستر لما يقول لك 13 اسبوع قصده اول 3 شهور فتره الاورجانوجينيس ما دي فتره الاورجانوجينيس اول 3 شهور حاجات بتتكون من بعد 3 شهور حاجات بتتنفخ في اخر 3 شهور حاجات بتتقفل ديكورات فكان ده عايز تتقال عباره كده تبقى اساسات في اول 3 شهور وبعدين بقى تقعد تعلي دور تاني دور تاني بقى في 3 شهور التانيين خلاص هتسلم الشقق قفل بقى ديكورات هو ربنا لك في كده اول 3 شهور اساسات اورجانوجينيس تاني 3 شهور احجام بتتنفخ ليفر يكبر اورجان تكبر كحجم يعني هايبربليشيا بس مش هيك دي وفي الاخر بقى الديكورات الحته دي في ودان الكريزيس ده ايه حاجات كده فاين دي حاجات ديليكالي دي تحت خالص عشان كده الواد اللي بيسند بدري بينزل نص تشطيب والله بتكلم جد الاطفال المنتصرين اللي هو البريدير بينزل ما عندوش الحاجات دي تلاقي ولده كده حته لحمه ما فيش فيها حته الجسمه دي ما عندوش كريزيس انت بتستلم نص تشطيب وتشطب بره انت بقى خلاص يعني الحاجات دي والله هو متشطب بره في الحضانه يعني في الحضانه بيقعد تلاقي التشطيبات تشتغل منجز الكلام هو اول 3 شهور دول اهم حاجه اللي هو بيتحط فوق الاساسات بعد كده اي حاجه تتحل بقى فاهم قصدي ايه؟ من الاخر اول 3 شهور اوعى تدي ورفرين الواد يطلع على السبت زي عظم ضايق معاه منجز الكلام اول 3 شهور السته بتشكشك خبر ما عندناش حل تاني اول 3 شهور السته بتشكشك يوميا عذاب انا عارف بس مفيش حل تاني هو في حل طبعا بس مش مصر قلنا الحاجات دي كده مش مصر مش شغالتهم دول يبقى اول 3 شهور هو بيتكلم في مصر يعني هنعمل ايه؟ اللي قدامنا اول 3 شهور هبري طيب طب تاني اخر اسبوعين ثلاثه من الحمل يعني من بعد الاسبوع 34 مثلا هو الحمل 40 اسبوع يعني مثلا الوليه في الاسبوع 37 38 ينفع اديها وارفعين ليه؟ بيعدي الولد بيقول لك يعمل نزيف في المخ يعني اذا من بعد الاسبوع ال 34 او زي ما الكتاب كاتب لك بعد ال 36 الله اعلم مهبب ايه؟ ممنوع تدي وارفعين ممنوع وبالتالي مضطر ادي هبرين هو الصح بعد اسبوع 34 عشان الكتاب كاتب لك ايه؟ كام؟ طب صح ماشي من بعد الاسبوع 34 ممنوع انها تدي وارفعين لان هيبقى تحلم انها زي في وقت الولاده اسمعني بقى فينا يعني واضح كده ان الست الحامل اللي يجيلها جلطه من اول الحمل هي حظها كده جالها جلطه من قبل الحمل دخلت الحمل بجلطتها اروح انا في اول الحمل مديها هبل في اخر الحمل خالص اديها هبل هتقولي طب ما هو كده ناقص من الاسبوع ال 13 من الاسبوع 34 هو ده كده الاسبوع 13 الاسبوع 13
من اسبوع 13 الى 34 امشي بقى على المدخل الامام. يعني برضه معظم الحمل هتاخد وايفر، وده معظم الحمل هتاخد وايفر من برضه. طب ليه ما تديش هنا من طول الحمل؟ الغريب ليه ما ماشي؟ والله قلت ليه ما تديش هيبارين 9 شهور؟ اوستيوبروز قلنا جاب العظم. الهيبارين 9 شهور اوستيوبروز على طول. مش كان في السايد ايفنت بتاعته هو؟ وقلت لكم ان هو دي اوستيوبروز وما بيحصلش غير لو خدت شهور طويله. عشان كده انا ماشي بحسس. بقول لك ثلاث شهور اوب ووقف. قول لي بورفارين. وفي الاخر اوب هيبارين ثاني وما تطولش. هما اسبوعين ثلاثه اربعه. ما اقدرش امشي على 9 شهور. يعني اوستيوبروز صعب جدا تعلمه. مش عاوزين كده. انتوا معايا؟ ده ملخص الهزي اللي عندك في الكتاب. هتلاقي كتاب كاتب المعلومتين دول بس هيشرح بقى اكتر. هو ده ملخص 1 2 3 وطبعا مش نظري. حد يتغابى يجيبك ام سي كيو ده متاشر من السهل بره. خلاص يبقى كده قلنا ده الانتي كواجوليشن في البريجننسي بتعمل فيه ايه لو سبت حامل من اول الحمل. انتوا معايا؟ بتصلي بينا عندك. هتلاقي عندك بعد كده الكونترا انديكيشن بتاعت الانتي كواجولانت من اشهر الاسئله اللي فيه. كونترا انديكيشن بتاعت الانتي كواجولانت دكتور كان بتقين الانتي كواجولانت بتعالج السيوله صح؟ والتسمم بتاعها نزيف مش الانتي كواجولانت التسمم بتاعها نزيف بالعربي بقى بلا طب بلا زيت. مين الناس اللي ممنوع تاخد انتي كواجولانت؟ اكتب بالعربي الناس اللي بتنزل بالمنطق صح؟ هل ينفع حد بينزل واديله انتي كواجولانت اضطراري؟ طب ليه؟ فاهم قصدي ايه؟ هنشوف دلوقتي. يبقى اكتب جنبها بالعربي. شايف النص الصفحه اللي عندك دي؟ عمال يعدد لك الناس اللي بتنزل من كل سيستم. الناس اللي بتنزل هاتهم واحد واحد. اول حاجه سي ان اس مثلا. واحد لسه عامل عمليه في المخ او في العين او كان عنده نزيف في المخ قريب، لما تاخده جراحه في سنه سته تقفه على الارض هتاخد ان النزيف مش بس بيحصل وقت العمليه، هتاخد حاجه ثانيه اسمها رياكشنري هيموريد او سكندري هيموريد. ده من مشاكل العمليات. ان الحاله خلاص اتقفلت وروحت بيتهم وبعد ما العمليه عدت بثلاث اربع خمس ايام تنزل في البيت ويسموا ده سكندري هيموريد. قصدي اقول لك ان احتمال النزيف مش بس وقت العمليه، ساعات النزيف يحصل بعد العمليه بكام يوم. عايز اقول لك لو حد لسه عامل عمليه في مكان خطير في المخ في العين ولسه في احتمال نزيف اوعى تدي انتي كواجولانت. منطق ليه؟ لان انا عايزه لو حصل نزيف الجسم يوقف النزيف، انما انت لو مدي انتي كواجولانت تبقى قابلني. فاهمين الكلام؟ ركزوا معايا. انا قلت لك يا فندم تكافؤ، قلت لك ان الانتي كواجولانت ممنوع في الناس اللي لسه عامله ريسنت بين او اي سيرجري او الناس اللي كان عندها نزيف في المخ قريب، لان ساعات النزيف بيحصل له ريكرنس. فاهم قصدي ايه؟ اي حد بينزل ممنوع. بلاش بلاش الحاجات بتاعت الناس. فاضل صحيح الصلاه على النبي خش عليا. مش خدت كارت باثولوجي؟ اه خد سيركولاتري باثولوجي. قلت لي الاولاد هيبقى اسمه في بعدين اهو سيركولاتري باثولوجي خدته سيركوليشن. طب الكارديو باسكولار خدته في اول سبيشال خدتهم خدتوا حاجه اسمها ديزيتيشن. اها تعالى بقى انا خدت كان بيديك جدول كده مقارنه من انواع الديزيتيشن. ايش بقى سيستميك لوبس وانفكتد انتركايتس واوتيك فيفر او ليس كذلك؟ ايه المايكروسكوبيك بيكتشر بتاع الديزيتيشن؟ الديزيتيشن ده يعني انا هتكلم عن الانفكتد انتركايتس. انا حاضر. بص يا حبيبي حد عنده انفكتد انتركايتس وزي ما انت عارف ادي ماركو انك بتلاقي الانفكتيف اندوكارديتس والصيام. خليكم معايا انا هو اللي بيخش بيسلم. خليكم معايا انا عايز افهم بيخش الباب ايه بيعمل ايه؟ اتحول قدام تحت وقعد. بص يا عم لسه ماما اهي لسه ماما الواد ده عنده انفكتيف اندوكارديتس ربنا وفقه في الفيجيتيشن اهي. الفيجيتيشن بتيجي على الصمامات ساعات بتبقى ميورال اللي هو يعني. طيب انا عايز اللي على الصمامات ده اهي. الفيجيتيشن دي لو انا هديتي كده واحد مات قمت انا جاي واخد منه اوتوبسي اوتوبسي انا عيله بعد وقمت قاطع لي حته من الفيجيتيشن وقمت فاملها على شريحه اهي. الفيجيتيشن على شريحه اهي ايه؟ انا خلصت. ويبقى شكلها ايه؟ يعني شبه ايه؟ استرومبس. ما تقول الفيجيتيشن نفس تركيبه الكروت ده. الفيجيتيشن دي هي استرومبس بالظبط. وخليكم فاهمين يعني الفيجيتيشن نفس تركيبه استرومبس ياه. يعني قصدي فايبرين وصفايف وما اعرفش ايه هي دي الفيجيتيشن. يبقى الفيجيتيشن عباره عن سترومبس. حلو؟ صلي على النبي اسمعني بس. حتى عنده انفكتد اندوكاردايت
تخطط الباثولوجي في المايكرو. الفيكتور الدوكاردايتس يا سبب كيوت يا كيوت ايه ده سبب كيوت؟ لا البكتيريا اسمها ايه؟ سيبنا الباثولوجي. البكتيريا اسمها ايه؟ ايوه يا مين دي؟ سيبت بريلانس افتح درس ولا حاجه يا قاعده في بقك سوبر جيت يخش الدم على الاقل واقسمهم يعني. المهم اللي بيعمل اكيوت امه بتعمل اكيوت بس مش فاضي دلوقتي. مين البكتيريا اللي بتعمل اكيوت؟ استاذ فويس برافو عليك. المهم يعني بص يا حبيبي الفوكس بقى بص بص يا فيجيتيشن عادي انت لو بتفكر بالمنطق وده منطق صح على فكره ايه كده عندك في الكونترا انديكيشن انا عايز حد عقاري بس يرانين يعني اي حد تاني ينزل في الدواسه حتى لو خلاص كلام ما اقدرش والله يعني اي حد شايف بنفسه ماضي عالي يعني ثلاث ارباع وقت يعني بس حلوين يعني ما تفتحش بقك بس الشاطر بس اللي شغالين قاعد مخ عشان انت شاطر بس كنت بتفهم هتلاقي مكتوب عندك في الكونترا انديكيشن اقرا كده كاتب لك ممنوع الدعم الناس اللي عندهم سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايت هديت لك ان الانتيكوجولان ممنوع في السبكيوت طبعا انا اوثقها الجمله دي غلط خالص وهو مش قصده كده هو ما قصدوش كده والنبي انا كده حليت قصدي هسال بقى السؤال هو اللي عنده سبكيوت بكتيريا اندوكاردايت ده المفروض ياخد انتيكوجولان ولا لا؟ ده لازم ياخد ده لازم ياخد اقول لك ليه؟ لان هو عنده فيجيتيشن اهي وانت قلت انها زي الثرومبس مش كده؟ مش احتمال القلب هو بيعمل خطوات الباثولوجي القلب بيعمل بامبنج تقوم القشره دي متفتته تتفتت القلب بيعمل كده تتفتت ولما تتفتت تقلب امبولاي والامبولاي القلب ايه؟ بيطفيها في السيركوليشن انتوا كنتوا بتسموها شاور اوف امبولاي دش ما بنسميهاش حاجه انت سميتها كده مش مشكله خالص لك انا سميتها ولا بابا انا مهم المهم يعني المهم اختك ولا بتروح داخل السيركوليشن واخد بالك اهو شاور اوف امبولاي امبولاي دي صغيره كده وتثبت في السيركوليشن طب تقف فين بقى؟ انت محصل تشوف بلد كده بتروح فين؟ راحتك المهم يعني يعني تقف سريبرال تقف رينال تقف في اي خرابه نور ممكن الكلام اللي عنده ده احتمال يحصل له جلطه حتى عنده اضطراب؟ لا طبعا مخططه باثولوجي ان السبب كيوت بكتيريا الاندوكاردايتس عمال على بطال بيجي لهم جلطات انتوا فاهميني؟ وبالتالي منطقي ومقبول ان اللي عنده كده يمشي على انتي كواجولان او اضعف الايمان ياخد اسبرين انتي بليكلت يعني عشان ما يحصلش غلط فاهميني؟ قال لا يعني الاخ ده المفروض ياخد انتي كواجولان طبعا ياخد امال هو كاتبه قال ده ايه كونترا انديكيشن ابسطها يا حلاوه هي حاله واحده في اصابه كيوت بكتيريا الاندوكاردايتس اذا وجدت اوعى تدي انتي كواجولان ابسطها كانت في الكومبليكيشنز بتاعت اصابه كيوت بكتيريا الاندوكاردايتس ابسطها لك كانت موجوده في الفيسل اللي في البرين سيركل اوف ويز اسمها ايه بقى؟ بيجي ده وصف لشكل الانوريزم مش نوم بيجي ازاي انا بقول لك اسمها ايه؟ مايكوتيك اسمها مايكوتيك انوريزم هي دكاتره في انوريزم بتحصل مع الانفكتيف الاندوكاردايتس والمصحف خدتهم في انوريزم بتحصل انا عارف انك خطاره جايه من زراعه خدتهم يا دكاتره في انيوريزم بتحصل مع الانفكتيف اندوكاردايتس بتحب تيجي قوي في البرين سيركل اوف ويلز اسمها مايكوتيك انيوريزم ايوه ايه المشكله يعني بص عليا الفيسلز اللي في المخ طالع منها بقبيه كده بقبيه اسمها مايكوتيك انيوريزم وانت خد ان الانيوريزم مع اي كحه مع اي حاجه حتى لو في كونستريشن تروح مفقعه اذا اللي عنده مايكوتيك انيوريزم ات ريسك ان يحصل له نزيف في المخ وانا عايز لو حصل له نزيف في المخ النزيف يقع وبالتالي اللي عنده مايكوتيك انيوريزم عشان عنده احتمال عالي للنزيف ما ياخدش انتي كوجولان اذا اي حد عنده انفكتد اندوكاردايتس اديله الا لو انت عامل له رنين والرنين انا على المخ يعني والرنين بيطلع ان هو عنده انيوريزم فاهم حاجه؟ انبسط كل اللي عنده انفكتد اندوكاردايتس عادي ياخد انتي كوجولان عادي والله مش معنى الصدر كده ايه؟ مش معنى الصدر كده يا دكاتره والله العظيم يا مش وانا هقول لك اصلا ايه الفرق بين السب اكيوت والاكيوت هو مايكوتيك انيوريزم دي عباره عن ايه طب ايه الفرق بين السب اكيوت والاكيوت المفضل انتم بقى يعني ايه الفرق بين اللي سكريبت بريتنس بتعملها واللي ستاف فوجت بتعملها كلمه طب مرجعه تشتغل
طب هو متدمر الصدر كيوت يعني يكون في ليجن صح؟ بالاخر الصدر كيوت محتاج بريدسبوزيشن، محتاج ليجن اصلا في القلب، حاجه في الصمام دي السي دي، حاجه في القلب ويقوم سكريبت الريتانس عادي. سكريبت الريتانس مش بغباوه الاستاف اوريس، ده عايش في مخك اصلا، وبالتالي بيبقى الموضوع على هادي خالص وبياخد وقت على ما يحصل ويعمل اعراض صدر كيوت. الانفكتيف اندوكاردايتس اصلا بيبريزنت ايه؟ توكسينيا عاليه جدا الاكيوت اللي هو الاستاف اوريس، بتجيب توكسينيا عاليه جدا، التوكسينيا العاليه جدا تمشي على قد ده بتتفك القلب دي بتكسر في الصفايا، وكل حالات الاكيوت انفكتيف اندوكاردايتس بتيجي غير اعراض القلب ببليدنج من كل حته. يعني الاكيوت اندوكاردايتس ده مش محتاجين نقول ما ياخدش انتي كواجولانت، هو بينزل اصلا، بينزل لسبب ثاني. كل الكلام في الصلاه كيوت اللي بيكون هادي خالص وتلاقيه جاي عادي ومفيش اي مشكله وعمال يسخن بالتدريج على مدى اسبوعين ثلاثه شهر بيسخن سخونيه اركس بلين، فهو ده الصلاه كيوت، عشان كده بيسموه صلاه كيوت. وهو ده اللي مع الوقت ممكن يحصل انيوريزم، تكوين الانيوريزم محتاج وقت، الحاجات الاكيوت دي يا مت يا خفيت مش هيحصل انيوريزم. فاهم قصدي ايه؟ يبقى انا بقول لك الانيوريزم ده كومبليكيشن للصلاه كيوت بكتيريال اندوكاردايتس، ومش لازم يحصل، بس اذا حصل ما ينفعش ادي انتي بايوتكس. يعني هل كل اللي بيديلهم سكريبت بريتانس بيتصابوهم انيوريزم؟ مش لازم، بس اذا حصل ممنوع ياخد انتي كواجولانت. انت تعرف ازاي؟ رنين، بيجي العيال يشتكي من صداع ودوخه وما اعرفش ايه، تعمل له رنين تلاقي عنده انيوريزم، يبقى ده ممنوع ياخد انتي كواجولانت. فاهم الكلام؟ انما الاكيوت انفكتيف ده قصه ثانيه خالص. اكيوت صلي بينا على النبي. يبقى انا قلت لك اكتب جنبها لنفسك ان حكايه الصلاه كيوت بكتيريال اندوكاردايتس هو مش ممنوع ولا حاجه، انما هو ممنوع اكتب لو في مايكوتيك انيوريزم، لو في مايكوتيك انيوريزم هي دي الحاله اللي ممنوع، عشان ده هينزل، هينزل والله وهينزل في المخ. انتوا معايا؟ طب صلي بينا على النبي. انما من عندي مش فاهم يقول، يعني اللي مش فاهم حكايه المايكوتيك انيوريزم دي يقول. فاهم قصدي ايه؟ طب اللي ما عندوش ياخد عادي انتي كواجولانت. النقطه اللي بعد كده اللي بينزل في الجي اي تي اي ده بقى، واحد عنده مشبك الفر وبتنزل، واحد عنده الفر في الكولايتس وبتنزل، الواحد اي حاجه في الجي اي تي اي بليدنج بالظبط. طب اللي عنده ليفر فيلير ليه لا؟ ممنوع. عشان يعني هقول لك ايه الريزون؟ ايه الريزون؟ البيشنت اللي عنده ليفر فيلير ليه ممكن يدي فيلير؟ مش سبب ايه؟ مش سبب ايه؟ اول سبب هو بليدر، حتى عنده اضطراب الليفر ديزيز بليدر والله، لان الليفر بتعمل كل الكوجريشن فاكتور، كل مرضى الكبد بيجي يقول لك مناخيري واسناني بيجيبوا دم صح؟ يبقى اولا الليفر ديزيز بليدر. طب السبب الثاني اللي انتوا قلتوه بقى، ما انت هتديه اي بقى الطين دواء مش هيتكسر وهيتراكم وهيعمل توكسيستي اللي هو لذيذ. ثاني حاجه يبقى سبب ايه؟ لما يقول لك ليه الليفر ديزيز ما ياخدش انتي كواجولانت، تقول له اول حاجه علشان خاطر لاك اوف سينسز اوف كواجوليشن فاكتور، لاك اوف سينسز اوف كواجوليشن فاكتور ادي واحد عشان عنده ليفر ديزيز. صح. ورقم اثنين هيبقى فيه لاك اوف ميتابوليزم اوف انتي كواجولانت يعمل توكسيستي. لاك اوف ميتابوليزم اوف ذا انتي كواجولانت مش اللي سهم ونقول هيعمل توكسيستي، يبقى اللي عنده ليفر ديزيز ما ياخدش، ياخد ده بالبقي ده ينزل اصلا. انتوا معايا؟ اخر حاجه طبعا نفس الكلام في رينال فيلير مش هيحصل له اكسبكتيشن. فاكرين الستات اللي كلمتكم عنهم في اول السنه؟ الست اللي بتيجي في اول الحمل في اول كام اسبوع في الحمل وتقول لك نزل عليا تنقيط دم، قلت لكم دي اسمها تريتند ابورشن. فاكرين الست اللي بيكون عندها تريتند ابورشن؟ قلت لكم الست دي ممنوع تاخد كذا حاجه، وما تاخد انتي كوانولانت ما دام ايدي مش جاي تقول لك بينزل عليها دم، ده انا سيب والله. الست اللي قلت لك لازم تنام على ظهرها وتاخد دواء يثبت الحمل، اوعى تديها دواء يزود النزيف. انتوا معايا؟ صح صح ده كده؟ يبقى احنا قلنا النزيف بتاع النساء اي نوع تريد انت ابورشن او غيره، اي ست بتنزل لاي سبب جاينكولوجيك. فالكم كم انديكيشن ده شديد الشهره بتاع الانتي كوانولانت، اللي اشد شهره منه الدراج انتراكشن. انت عندك 4 5 دراج انتراكشن في المنهج يونيك، قصدي واحد بوسطة لازم يكون في امتحان اخر السنه دراج انتراكشن. يعني خدنا منهم في الترم الاولاني بتوع اللازمس والباقي كله في الترم الثاني. انا عارف كل ده ليه انتراكشن، بس بقول لك هو في 5 انتراكشن كده واحد بوسطة في المنهج، واحد بس اللي ممكن في الترم الاولاني اللي هو بتاع اللازمس يعني اليوم، الباقي كله جاي في الترم الثاني. ده اول واحد.
الرايت دايركشن بتاعك الاورال انتي كواجولانت. الناس اللي معايا الفيلم الاولاني تجميد، انا عمال اشرح واقول لك اورال انتي كواجولانت، اورال انتي كواجولانت والنبي اورال اسبرين 3 مش انا قلت لكم قبل كده دي 3 و3 اورال انتي كواجولانت، اورال هايبوكلايسيميك، اورال مونوسيميك. كان اسمهم ليه الثلاثة الغلابة؟ عشان بيبقوا على البلازما بروتين، انتوا عارفين اي دواء جزء على البروتين وجزء سايب، مين اللي بيشتغل؟ الجزء السايب ده قلت لك الغلابة دول بيبقوا ماسكين في البروتين بمسكة ضعيفة، لكنهم عادي. فلو اديت معاهم اسبرين مثلا، اسبرين ده عرباجي، بيروح داخل يلاقي الاخ ده قاعد، ده غلبان، انت قاعد وانا واقف بيزقه، ويقوم جاي قاعد مكاني اهو. تبي حاجه يقعد مكانه، هو الاسبرين لما يقعد مكانه فكده الجزء الفري اللي الدواء الغلبان هيسيب، ولما الجزء الفري يسيب يشتغل بزياده ويعمل توكسيستي. الثلاثه الغلابه الحاجات اللي بتتزق اللي بتتزق بيحصل لها توكسيستي بسهوله. طب مين هم في المنهج الثلاثه الغلابه؟ اورال انتي كواجولانت، اورال كونتراسيبتيف، اورال هايبوكلايسيميك، يعني اقراص الدلتا، اقراص السكر، اقراص منع الحمل. الثلاثه دول. طب ما دي اول واحده اهي اللي هي الاورال انتي كواجولانت، ما تنساش انها واحده من الثلاثه الغلاب. هات الجدول، هتلاقي عندك جدول بالانتراكشن بيقول لك الاخر زكوا الافكار ما تحفظش. يعني ايه؟ صل على النبي، خليكم معايا هنا. طبعا مش محتاج اقول لك حط على الجدول ده جثه للصبح، يعني جاي جاي لازم يجي منه حته في الانتراكشن. بص على كده، هتلاقي مكتوب عندك جدول حاجتين. اولا بيقول لك ايه اللي يزود مفعول الدواء، ايه اللي يزود مفعول القرص. يعني على فكره اللي يزود مفعول القرص هو مش القرص ده بيعلي السيوله، اللي يزود مفعوله يعمل نزيف، اللي يزود مفعوله احتمال يعمل نزيف، يعني احتمال يوصلك لتوكسيستي، هو هيخلي القرص يشتغل بزياده. دي حاجه. وهتلاقي الناحيه الثانيه كاتب لك ايه اللي ينقص مفعول الدواء. انا عايزك تقول لي افكار، مش كلام، افكار. انا اقول لك كأفكار اللي يخلي القرص يشتغل بزياده، الدراجز اللي تزود مفعول الدواء، يعني هو بيتكلم في الورفرين الكوره. اول حاجه انا بتكلم افكار اللي يزود كميه الدواء في الدم، صح؟ اللي يزود كميه الدواء في الدم دي فكره. طب ازاي ازود كميه الدواء في الدم؟ بالعربي، بالعربي امنع تكسيره، مش كده؟ امنع تكسيره، خلي ما يكسرش. لو منعنا تكسيره دراجي، مين اللي كان بيمنع التكسير؟ انزيم انهبيتور. ففي كلمه انزيم انهبيتور، يبقى الانزيم انهبيتور بتمنع تكسير فتخليك الدم يزيد. طب ايه تاني يزوده في الدم؟ بالعربي اللي يزقه، مش كده؟ مش ده من الثلاثه الغلابه؟ اللي يزقه، ما هو اللي يزقه هيزوده في الدم زي الاسبرين، مفهوم؟ دي افكار. يبقى انا بقول لك اللي يزود الدواء في الدم. طب ايه اللي يزود الدواء في الدم؟ اللي يمنع تكسير اضراب، واللي يزقه يزيد. بلاش. رقم اثنين اديني فكره ثانيه، هو الدواء ده بيعمل ايه؟ مش بيضرب فيتامين كاب؟ مش بيضرب الكواجوليشن فاكتور؟ مش الورفرين بيعمل كده؟ طب لو اديت معاه حاجه بتعمل كده برضه، يعني لو اديت معاه حاجه هي كمان بتنقص فيتامين كاب، يعني بتنقص الكواجوليشن فاكتورز يعني. طب ما كده هتساعده، ما هم زي بعض اهو. طب هو في حاجات بتنقص فيتامين كاب؟ اه، ما احنا قلنا فيتامين كاب مين اللي بيعمله؟ مش بكتيريا فلورا؟ الناس اللي بتاخد انتيبيوتيك عماله على بطال، البكتيريا فلورا بتموت، صح؟ يبقى كتر استخدام الانتيبيوتكس، وانا اخدها كيموثيرابي، كتر استخدام الانتيبيوتكس البكتيريا فلورا بتموت، وبيحصل لك فيتامين ديفيشنسي. ده السلايد ديفكت المشهوره ليه بقى؟ انت معايا ولا ايه؟ اصحى معايا. طب بلاش، ايه تاني؟ مش فيتامين كده واحد من اديك؟ فاكرين اديك؟ مين اديك؟ فيتامين اي وبي وبي وكي اللي هم خمسه صدر الفيتامين اللي علشان يتمصوا من الجي اي تي كانوا محتاجين فايتامين ومحتاجين توازن معين من الدهون، مش كده؟ حلو. طيب في ملين لاستخدام البيطري فقط، بس كاتبينه في المنهج اللي انا بداته اسمه البرف الاويل وكده، عمال والله ما بهزر. الاويلز والحاجات دي كلها في دي حاجات دي بيدوها ملين للبقر والجاموس وما بتلينش فيه، فانا في نحن يعني منجز الكلام، انت ممكن تقعد تاخد الحاجات الدهون ده ايه تبوظ لك الاويل بالانس في الجي اي تي، فتمنع امتصاص الفات سوليبل فيتامين اللي محتاجه توازن معين من الدهون. يبقى من الاخر الحاجات اللي بتقلل الفيتامين دي ابزوربشن. ده كده اللي يساعد القرص كافكار، كافكار اللي يساعد القرص اللي يزود كميته في الدم.
واللي يضرب فيتامين جت معاه. فاهمين؟ طب ايه اللي يزود كبده في الدم؟ ايه اللي يزود كبده في الدم؟ اللي يمنع تكسير انزيم انهبيتور او اللي يزقه سبليشنج. فاهمين؟ طب اللي يضرب فيتامين جت معاه انتبيوتيك وبيزود البكتيريا عادش فيتامين جت، او اللي يمنع امتصاص فيتامين جت. عكس الكلام. يعني لما انا اقول لك ايه اللي يزود ايه اللي ينقص تكسير الدم؟ عكس الكلام ده. اللي ينقص تأثير الدواء أول حاجة. العكس بقى، اللي ينقص كمية الدواء في الدم، اللي ينقص كمية الدواء في الدم. عكس بقى الكلام، وده اللي يخلي الدواء في الدم ينقص. أول حاجة اللي يزود تكسيره. عكس هناك بقى، اللي يزود تكسيره يبقى الإنزيم إنديوز، صح ولا إيه؟ أو إنك تكون واخد حباية الجلطة، إنك تكون واخد حباية الجلطة واخد معاه حاجة تانية بتمنع امتصاص حباية الجلطة. هو في كده قلت لكم قبل كده الانتاسيس، عارفين قالوا الحموضة بنت كان اوعى تاخد اي حباية انتاسيس، لان الانتاسيس بيمسك اي حاجة جنبه. عندك حموض وعندك جلطة، قلت يلا بدل ما ابلع بمية ابلع بجابسكوت بتاع الحموض، قمت خابط الحباية بتاعت الجلطة وبلع بجابسكوت، انت خلاص لا ده هيتمص ولا ده هيتمص. فدي حاجة، يبقى اللي ينقص امتصاص الدواء، يبقى الحاجه اللي تعكس مع الدواء ايه؟ صح اللي يزود تكسيره واللي يمنع انتصاره. او شوف الغباء المطلق ده، انت بدي حبايه الجلطه ليه؟ عشان تضرب فيتامين كي، او تديها وبدي معاها فيتامين كي. ايه وده ممكن ممكن، يعني مش غباء ولا حاجه، دي حاجه محتمله قوي. تعالى في الناس اللي غاويه برضه الفيتامينات، هو ما يعرفش ان ده فيتامين كي، ان هو بيجيب اي فيتامين اللي في السوق، هو انجلين سوبرافيت يبقى زيراجران، الحاجات اللي هي بقى بتديك في الهواء. كل ما انت مش دكتور انت ما عادش شريط فيتامينات او حاجات، ما عادش حبايه الترامادول اللي هو بيجربه على طول، انت دكتور يبقى تاني المخدرات هيبقى صدرات كده. المهم يعني، وعمال يا اربع فيتامينات، اي حبايه فيتامين من دول لو جبت لها الاستراكشر هتلاقي فيها وفيها 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 فيتامين كام. اي حبايه مالتي فيتامين زي فيتامين كام، يعني هو كده عمال بياخد وارفارين وبياخد معاه فيتامين كام وما يعرفش بعض. فدي حاجة. يبقى لو حد بياخد حاجات بتزود الكوربريشن فاكتور زي ايه؟ زي فيتامين كام سكالسيوم. ومن الحاجات اللي بتزود او التجلط، او التجلط يعني حقوق منع الحمل، حقوق منع الحمل من اشهر الحاجات اللي بتعمل جلطات الاورال كونتراسيبتيف. فتلاقي الاخ او الاخت بتاخد وارفارين وبتاخد معاه فيتامين كام، مصيب او وارفارين وراس منع حمل، وده غلط. فاهمين الكلام؟ يبقى ممكن الكلام اللي جدول ده خالص، ايه اللي يزود تاثير الدواء وايه اللي ينقصه. اخر حاجه هقولها، خد الثرومبوليتيك الاول والحصه الجايه يا اخوان الجايه اللي بتدور الجلد مش دلوقتي. امسك معايا الحصه دي بس. امسكوا الجسمه دي، انتوا عارفين من الاخر خالص تكوين الجلد، وركزوا عشان نخلص تكوين الجلطة. آخر خطوة إيه؟ قلنا الصفايا تلم على بعض وبعدين تلزق في الفايبين تروح عاملة جلطة، مش كده؟ بص الرسمة دي وسيبها. وهتلاقي عندك رسمة شبهها في الكتاب وخلاص، لو أنت مرسومة حلو يعني، بس اللي عاوز يرسم معايا يرسم. بص أنا كده، بص على السبورت، دي الصفايا أهي، بص دي الصفايا. ماشي بلاتلت، ركز معايا. سهل، وده الفايبين أهو. الفايبين بيبقى فتل كده فتل. شبك كده تمام؟ الجسم عاوز يعمل جلطة، الجسم عاوز يعمل جلطة، بص هيعمل ايه؟ شوف اللي هيحصل. الصفايح ذات نفسها ده كلام فيسيولوجي، بص انا هقولها بس هفكرها. الصفايح ذات نفسها بتفرز مواد، لو تفتكروا كانت بتطلع ماده اسمها الاي دي بي، بتطلع ماده اسمها سيريتونين، بتطلع كروموكسان، الحاجات اللي انت عندنا اللي بتجمع الصفايح دي، بتطلع ادرينالين او بيطلع في الجسم ادرينالين، كذا حاجه. الحاجات دي كلها لما بتطلع ليها ريسبتور على الصفايا. يعني مثلا من اهمهم، خليك في الاي دي بي ده اهو، ركز النهارده في الاي دي بي ده. الاي دي بي من اكتر الحاجات اللي بتخلي الصفايا تلم على بعضها، يعني تعمل ادهيجن وايه؟ واجريجيشن. بص الرسم، بص الرسم. الاي دي بي طالع اصلا من الصفايا، خد بالك. بيطلع من الصفايا ويرجع يشتغل عليها تاني. بنسميه بوكراين او تاكويد. المهم بص يا كابتن، ده الريسبتور اهو بتاع الاي دي بي، بص اهو ادي الريسبتور الاي دي بي.
اهو. طب وبعدين بص اللي هيحصل، يقوم الاي دي بي اهو ده الاي دي بي، يقوم الاي دي بي ماسك في الريسبتور بتاعه اهو. حلو، لما الاي دي بي يمسك في الريسبتور بتاعه يحفز الهاتف، يعني ساعه لما ده يمسك في الريسبتور يحفز الهاتف، يبدا دول يقربوا من بعض ويبدا يقربوا من الصفائح. هما بيقربوا ليه؟ عاوزين يشبكوا. ركز بقى، عشان يشبكوا محتاجين خطاط مش كده؟ محتاجين مغناطيس. بص المرضي عليهم ريسبتور شكله فريد. بص او بص المرضي ريسبتور عامل كده، اول واحد انتوا عارفين اقول لك ودي معناها ايه، بي دي اي انهبيتور.
الفوسفولايز اذا هيعمل ايه؟ هيزود سايكلينج اي ام بي. قلنا الفوسفولايز تريس ده اللي بيكسر السايكلينج اي ام بي، يبقى الاخ هيزود السايكلينج اي ام بي يقوم عامل فاسلر انفيشن ومنع تجمع الصفائر. ما هو السايكلينج اي ام بي بيعمل كده، مش بس كده، مش بس كده، خد الثانيه. مش انت قلت ان عشان الصفائر تتجمع محتاجين اي دي بي وما اعرفش ايه، صح ولا ايه؟ والاي دي بي ده مش بيتعمل من الادينوسين، مش هو الادينوسين تايفوسفيت صح؟ يعني الصفائح بتاخد الادينوسين وتعمل اي دي بي. التايبايريدامون بيضرب الادينوسين ده، بيمنع الادينوسين ابتيك، بيمنع الادينوسين ابتيك. يعني اذا مفيش اي دي بي هيتكون. تحسوا دواء حلو كده وبتحلاه، يبقى الدواء ده البرسنتين اللي الشريط منه بسرعه 8-2 رخيص. البرسنتين اللي هو التايبايريدامون قلت لك باي ميكانيزمين فوسفولايز تريس وبيضرب الادينوسين. طب انت ليه بتقول زباله وبتكتبه ومحدش بيكتبه؟ اكتب عليه السايد افكت اللي مش مكتوب، هو بس كاتب لك جمله غامضه وصامته. لو تاخد بالك اخر سطر مكتوب فيه الكتاب كاتب لك ما عادش حد بيستخدمه الا في الحاله الفلانيه، والنبي حتى ولا في الحاله الفلانيه اللي هو كاتبها لك ما عادش حد بيستخدمه. طب ليه؟ هو انت ليه كاتب الكلام اللي قاعد عليه؟ هيعمل ايه يعني؟ اكتب حبيبي، اكتب السايد افكت كده قاصر اسمها الكورونري ستيل فينومينا. مش ستيل؟ ستيل اهي مش زي الفرح كتبوها ستيل، ستيل سول. انت بقول كده يقول لك ستيل، يقول لك الحديد، يا كورونري ستيل يا حرام اي ايه مش اي اي. كورونري ستيل فينومينا ظاهرة سرقة الكورونري. يعني ايه؟ كورونري ستيل فينومينا ظاهرة سرقة الكورونري. ايوه ايه اللي بيحصل؟ بص على الجسم، بص على الجسم. لو ده قال وانت قال قلت لك الاولاني بص يلا فاكرين لما كنت اقول لك دي مثلا فيها اسكيميا حته من قلب اسكيميك كنا قلنا ادويه الانجينا بتعمل ايه؟ بتطبق المبدا بتاع المليان يطبق الفاضي. يعني المفروض خد من الغني وادي الفقير مش كده؟ ساعات الدايبايريدامول بيعمل ايديوسينكراس للفاضي. كنتوا عارفين ايديوسينكراس يعني ايه؟ يعني عمر ما تتوقع يعمل حركه واطيه يقوم ساحب الدم من الفقران ويديه للغني. ده اصلا فقران يقوم ساحب منه زياده ومدي للغني. المحصله ان الحاله تهبط خالص. تديه عشان تعالج ولا ايه مات؟ راحوا مسميين الحركه دي حرامي كورونا. هو حرامي صحيح. كورونا ستيل فينومينا. طب ودي بتحصل في كل العيانين؟ لا. بس المشكله انك مش هتعرف هي هتحصل في مين؟ مش هعرف غير بعد ما يموت. اقول انا شكله حصل كذا. فعشان كده ما عادش حد بيحب يديه. معايا دكاتره؟ يبقى الدايبايريدامول خلاص جبر ما عادش حد بيديه. الحاجات الغاليه بقى. اقول واحده بس فيهم بلوكرز اوف اي دي بي ريسبتور. بلوكرز اوف اي دي بي ريسبتور يمكن تكونوا يعني لو حد والده عنده قلب عنده كلام من ده ومعاه اكشين ممكن يكون عايز حبات اسمها بلابكس. شهيره. اكتر حاجه بتوع القلب بيكتبوها دلوقتي. بلابكس اللي مكتوبه عندك لوبيدوبريل. انت لو خدت بالك كل الادويه اللي بتقفل الاي دي بي ريسبتور هتلاقي اي دي بي، هتلاقي حرف الدي والبي باينين قوي في اسم الدواء. الاي دي بي كلهم ديو، يعني هتلاقي واحد اسمه كلهم بي دي لوبيدين والتاني كلهم بي دو جيل كلهم بي ودي بي ودي عشان يفكرك ان هو بتاع الاي دي بي. حروف تقيله كده يا جدع. طبعا الدواء ده ليه قصه شهيره. لو انت الدكتور بطل اسال عن التكلوبيدين ده لسه ده جديد من بعد سنه 2000 كلام مش من 50 سنه يعني. شايف الكليني نزلت التكلوبيدين ده طبعا مكتوب لك الميكانيزم واحنا قلناه. يعني لما اقول لك دواء بص يا لما اقول لك دواء بيقفل اي دي بي ريسبتور خلاص هتقول لي ما دام قفل اي دي بي ريسبتور يبقى هيعمل ايه؟ مش هيتجمعوا على بعض ولا ده هيشبك في ده. دلوقتي الفاينل باسوي في تكوين الصفائح في تكوين الجلطه. انت لو وقفت الاي دي بي ريسبتور الصفائح مش هتتجمع على بعض ولا ده هيمسك في ده ولا هيتكون جلطه. الفكره تبدو حلوه من بره يعني من بره تبدو وراقه يعني زي الفل. راحت الشركه اللي اسمها ليلي دي منزله حاجه اسمها التكتوبيدين كان اسمه في الصيدليه تكليت. وهاتك بقى يا تطبيق ده بعد سنه 2000 ده لو جديد كان ده ولد جديد لسه من 15 سنه مثلا وكان غالي جدا ونزلوا التكليت باوروبا وحاروا بتوع البطنه وبتوع الاوعيه التكليت ده وعلى التكليت ده واحنا مبطلين ده افضل اكل التكليت افضل اكل التكليت افضل اكل التكليت. طبعا اكتر حد استفاد من التكليت دول احنا بتوع الاورام والدم. ليه؟ كل الحالات سيبك بقى من الجلطه والحرف اللي كانوا بيتعالجوا من ده وتجيلنا فانتاستيك انيميا. وتجيلنا احنا طبعا بنلاقي عليك فانتاستيك انيميا. الدواء طلع بيمسح الدمار، بيمسحه مش بينفخه، بيمسحه. منجز الكلام كان بيعمل فين هالفانتاستيك انيميا. ما هو ده مشكله الادويه اللي بتجيب مليارات فيستعجلوا في نزولها
وما يتعادلهاش المرحله اللي اسمها بوست ماركتنج ستادي. انت المفروض الدواء الجديد بتتابعه بعد ما ينزل السوق 4-5 سنين عشان تكونفيرم التمام بتاعه. وما استعجله طبق ارمي ونزل الكميات وباعه كميات فلكيه. بقول لك تجديد من بعد سنه 2000 بشوف على الجول تجديد الكلام ده. يعني راحوا منزلين مين التكليف على كل الطبارين اللي بنكتبهم احنا قعدنا نكتبهم اوب تك 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 قام كلهم جايين بقى قصد الانيميا بنسبه عاليه. يعني قصدي مش حاجه نادره ده كان كومن انه يعمل كده. اللي كتب كده كلمه كده صغيره تحسها تافهه كاتب بيعمل حبه نيوتروبينيان حبه سرور صيد لا يا شيخ بيعمل فيتا القصد الانيميا الدواء ده اتسحب الدواء ده اتسحب ما تلاقوش بالكلام ده. اللي هي عندك صابرين ثلاثة هتلاقيه مكتوب لك ان التكلوبيدين خلاص ما عادش حد بيديه وبقى ريبليس بالكلوبيد وكيل. اللي ما بيعملش نفس الكوارث اللي كانت التكلوبيدين بيعملها النوتروبينيا والثرومبوسيتوبينيا اكتب انت لنفسك كان بيعمل فيتال ابلاس بالانيميا. يعني هو ليه الواي بي سيز قلت والصفائح قلت؟ ده المشكله في المصدر بكره بيكون مره ده خطير. بطل سحبوه سنتين بالظبط وراحوا نفس الشركه راحوا معاهم حتى احتكار الفكره اللي هو الانجليزي سيمبل ده الريسيرش بتاعهم راحوا ساحبين التكليف ومنزلنا في بلابكس اللي هو بلوبيدو كيل نفس الشيء. طبعا حتى لو قلنا هذا البلابكس الاقصى كتابه لو تقدر تشتريه هو جاد البلابكس هو البلوبيدو كيل نفس الميكانيزم بس اامن. انا ما قلتش ما بيعملش انا قلت اامن يعني ممكن يعمل برضه بس يعني ليه قوي ليه جدا ما شفناش حد يجيب يعني يجيب مشاكل بس ممكن انتوا معايا حته مهمه قوي وعلم عليك لو جت جيب منه في الانتكال ركز معايا يا حبيبي اخر كلمه هتلاقي النص زي ما مكتوب عندك ركز لوبيدو كيل از ا جود دراج. تعرف يعني ايه جود دراج؟ يعني ايه؟ هو ياكتف ومستني يخش الجسم عشان الانزيم ياكتفه. وكان معتاد بعض الناس ربنا بيخلالها ما عندهاش الانزيم ده الكلوبيدو كيل ان اكتف ومحتاج انزيم ياكتفه. بعض الناس احتمال يكون انت اولا انا ما اعرفش مين بيبقى مولود ما عندوش الانزيم ده بيسموه بور ميتابولايزر. يعني انا لو ما عنديش الانزيم ده بيسموني بور ميتابولايزر. طب انا لو ما عنديش الانزيم ده وخدت كلوبيدو جيل هيشتغل عندي؟ مش هيشتغل وتلاقي العيان بيجي له غلط عالي خالص انا بياخد دواء غالي. طب ليه الدواء ما بيجيبش نتيجه؟ ما قلت لك الدواء مش فلاش. السؤال يجي ازاي؟ يقول لك علم افضل اذكر السبب كلوبيدو جيل should be avoided in poor metabolizers. علم عليها عندك وقلت الكلام كده. كلوبيدو كريل should be avoided في اخواتنا البور ميتابولايزرز. اه طبعا مش هيشتغل. هتلاقي مكتوب عندك اصل عقال عندك محتاج انزيم يأكتفه. البور ميتابولايزر ما عندوش الانزيم ده وبالتالي ياخد الدواء ما يستفدش. يبقى انت فاكر انك بتعالجه وانت ما بتعالجوش. ففي حاجه للهوب. I'm going to go to the hospital.